أعلام وأوتاد خيام وحديقة أطفال ومدرسة بدائية مكونة من 3 صفوف هي أدوات دفاع سكان قرية سوسيا جنوب الخليل عن قريتهم المهددة بالهدم من قبل إسرائيل وتشريد أكثر من 400 نسمة معظمهم أطفال ونساء. مجلس المستوطنات في جنوب الخليل رافع دعوة وطالب أكثر من مرة بتهجير سكان سوسية بما أنه لصالح توسيع مخططات هيكلية للمستوطنين. إحنا تهجرنا 1986 من قريتنا سوسية اللي هاي أراضي زراعية تابعة لسوسية. في 86 أعلنوها إرث وآثار يهودي وأطلعوا السكان بالقوة، وإن السكان توجهوا للأراضي الزراعية وأجوا على هاي. إحنا عندنا الطابو العثماني، عندنا كل الأوراق. لجأوا لمحكمة العدل الإسرائيلية فلم يجدوا العدل الذي ينشدون، فأمر وقف الهدم الاحترازي ألغته المحكمة لصالح الهدم المتوقع في أي لحظة، قرار قضائي بثوب سياسي لم تمنعه المعركة القانونية الشرسة التي خاضتها القرية. الناس هنا ناس اللي هي مفروض تكون محمية حسب القانون الدولي، هاي ناس اللي مناطق هي محتلة وفي قانون دول الإنسان المفروض يمشي عليها. طبعا المفروض يكون كمان زيادة على الشغل القانوني، شغل اللي هو سياسي، ضغط سياسي، ضغط دولي. وبانتظار أن تنفذ السلطة الفلسطينية تهديدها باللجوء للقضاء الدولي لمواجهة الاستيطان والهدم والتهجير، يبقى الوضع في سوسيا على ما هو عليه. الآن لدينا سلاح جديد هو المحاكم الدولية وخاصة ICC، المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحنا عضو كامل عضوية فيها كدولة فلسطين، وسنستخدمها بالتأكيد، سنستخدمها في القريب العاجل في موضوع الاستيطان، وسوسيا ستكون جزء من هذا الموضوع. القرية شاهد حي على سياسة إسرائيل الأزلية بمصادرة الأرض ممن يملك لمن لا يستحق، لتصبح السياسة الإسرائيلية محكومة بمبدأ واحد هو الاستيطان وتوسعه. نكبة على أعتاب نكبة وتهجير تلو التهجير تخطه جرافات إسرائيل، هذه المرة هنا في قرية سوسيا جنوب الخليل. ففي الوقت الذي تستكثر فيه إسرائيل على هؤلاء الحياة البدائية والبيوت البلاستيكية، تبني مستوطنات في محيطها 5 نجوم للإسرائيليين. في راس لطفي سكاي نيوز عربية، قرية سوسيا جنوب الخليل.